انا عايز اعرف يعني هو ايه لازمة وجود الفار في التحكيم المصري او في الكرة المصرية او في الدوري المصري او في الكاس المصري او في البلوى المصرية اللي احنا شايفينها دي دلوقتي؟ يعني ايه فايدة ان وجود فار؟ انت جاي عشان تعدل او تعدل المكسور والميلة؟ لا، ده انت جيت بوظت الدنيا. الفار جه بوظ الدنيا، يعني بوظ الدنيا، وجايبين لي خبير تحكيمي بياخد 30,000 دولار. والله الغلابة والمساكين اولى بيهم، اغلى. هنسأل يوم القيامة على الكلام ده. انت جاي عشان تعدل وتدي الناس حقوقها وجبت لي واحد، يعني انت مش جايبه من على السجادة، كلاتن بيرنج ده ولا اسمه ايه ده اللي انت جايبه؟ مش جاي من على السجادة يا اخي. اديهم للفقراء والمساكين والله العظيم، او يفضوا الدوري ده. الدوري لو اتفض ووزعوا فلوسه والمصاريف بتاعته على الغلابة والمساكين اللي مش لاقية تاكل دلوقتي، والله اولى، اولى واحسن. ما هو اولى واحسن. ما تقوليش بقى الاهلي ياخد كاس العالم للانديه ولا خد، وفي فقراء ومساكين، في فقراء ومساكين وغلابه، يعني اولى بالكلام ده واولى بالظلم اللي انتوا عاملينه ده. انتوا حرق الدم في الاخر هتدوا الدوري للاهلي. الاهلي الدوري رايح للاهلي السنه دي، خلاص خلصنا. لموا الدور وادوا الدوري للاهلي، وادوه يعني ايه مثلا، وادوا اللي انتوا عايزين تدوه، وادوا له كاس كمان، وادوا له كاس السوبر. يعني انا بقول لك اهو خلاص، يا الاهلي ياخدوا الحاجات دي كلها. الاسماعيلي هياخد ايه يا كابتن؟ الاسماعيلي ما خده، الاسماعيلي خده، ما احنا خدناها كلنا. ما خد ايه ده، بلوه ومصيبه. الاسماعيلي هياخد حاجه تانيه؟ ما احنا هو عمالين نشوف ده. 17 بونت يا اخي ظلم ضاعوا من النادي الاسماعيلي تقريبا السنه دي، 17 بونت. لما تيجي تحسبها من الاول، اول ماتش كان الاسماعيلي مع النادي الاهلي، القرعه، وبالصدفه على فكره القرعه دي بالصدفه، 3 سنين بالصدفه تجيبك مع الاهلي وانت في حاله عدم استعداد بالصدفه يعني، وبعدين تحطك مع النادي الاهلي، وبعدين تعمل ايه يا عم الحاج؟ يقول لك ايه، العب. فتلعب الماتش، الماتش الاولاني مع الاهلي الون ديانج يطرد، وعندك الواد اللي دخل كريم فؤاد لما دخل على باسم مرسي وكان هيطم له رجله هيطرد، ولكن يلا عدي. والكره يعني ما دي كان هياثر في الملعب، لا عدوه يعني الدنيا مظبطه. وبعدين تيجي الماتش اللي سموحه ضربتين جزاء للنادي الاسماعيلي، حتى عدوهم نشوفهم كده عدوهم، لا فار مش موجود. ماتش المقاولين العرب ضربتين جزاء ويتسببوا في موت الراجل عماد لبيب المشجع الاسماعيلاوي، حسبنا الله ونعم الوكيل في اتحاد الكوره ولجنه المسابقات ولجنه الحكام. لو سامعين الفيديو اعملوا لايك بالنسبه لجنه الحكام عشان يبسطكم تفرحوا بيهم كده، تعرفوا ان انا بتحاسب عليكم، يعني لانكم انتم بسم الله ما شاء الله يعني الظلم ممكن مش عارف، مش حاسين بالظلم. الناس ما بتحسش بالظلم، لجنه التحكيم دي ولجنه المسابقات ولجنه الحكام مش حاسين بالظلم، ومش حاسين ان احنا بنقول عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه مش عارف بينتقموا من الفرق الجماهيريه ليه؟ يعني مثلا حد الحاجه اللي بتفرحنا، عايزين نفرح في وسط المصايب اللي احنا شايفينها في حياتنا دي كلها. ربنا عدينا من على خير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.